يلا بينا وصلوا على نبينا. وقفنا الحلقه اللي فاتت ان في مكافاه النبي محضرها لعبد الله. فرح عبد الله وراح مع النبي لحد بيته، وعبد الله كان متشوق جدا بهدايه النبي. النبي ادى لعبد الله عصايه، فبص لها عبد الله وفضل يقلب فيها يمين وشمال، كاس فيها قوه خارقه او اي ميزه، بس طلعت ما بتعملش اي حاجه. فسال عبد الله النبي: ما تفعل هذه العصا يا رسول الله؟ قال له النبي: عبد الله، خذ هذه العصا علامه بيني وبينك يوم القيامه، اذا رايتك عرفتك وادخلتك بها الجنه. فقال عبد الله: والله وكانت احب الاشياء الي، لو نمت كنت باخدها جنبي، وامرت ان تدفن معي، فاذا انشق عني القبر ابحث عن رسول الله واقول له: انا عبد الله بن انيس، وهذه العصا التي اعطيتني اياها. شايفين ازاي النبي ربط عقل وقلب عبد الله بالجنه؟ اي حد عايز يعيش مرتاح يعلق قلبه بالجنه. كل حاجه في الدنيا فيها تعب ومحتاجه جهاد، الدنيا كلها تحديات، وراحتك الحقيقيه في الاخره وفي الجنه ان شاء الله. فاللي نفسه في حاجه وما خدهاش ما يزعلش. الامام احمد بن حنبل اتقال له: متى الراحه؟ قال: مع اول قدم نضعها في الجنه. طيب دلوقتي فشلت محاولتين للغزو المدينه، هتلجأ القبائل لاعمال غير شريفه، هيلجأوا للغدر. طب ويا ترى هينجحوا؟ للاسف اه، في ناس من قبيلتين راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له: عايزين نتعلم الدين، ابعت معانا من اصحابك ناس يعلمونا ويكونوا من العلماء. طب اشمعنى اختاروا العلماء؟ لان الامه بتتهد بموت علمائها. المهم هيبعت النبي سته من احب الصحابه لقلبه، وجعل عليهم قائد اسمه عاصم بن ثابت، رايحين يعلموهم القران. في الطريق هيبقى معاهم الناس اللي من القبائل دي. عند منطقه كده اسمها بئر ماء هيحصل حاجه غريبه جدا، الاشخاص اللي من القبائل دي هينادوا على بعض، هيتجمعوا 100 من المشركين وهيبقوا حوالين السته من الصحابه، ويقولوا: احنا هناخد الصحابه اسره وهنبعتهم لقريش تقتلهم. الصحابه اتخضوا وقالوا لهم: اليس بينكم وبين رسول الله عهد؟ قالوا له: لا، لا عهد بعد غزوه احد. فالقائد اللي من الصحابه سيدنا عاصم قال لهم: اما انا فلا انزل على ذمه كافر. وقف عاصم يقاتلهم ويحاربهم، بس قتلوه للاسف. اتفزعوا الصحابه ورفعوا اسلحتهم عشان يدافعوا عن نفسهم، اتقتل 2 كمان، واتاثر الثلاثه الباقيين قبيب وزيد وعبد الله، واتكتفوا بالحديد. فعبد الله بن طارق حاول انه يفلت منهم، قتلوه هو كمان. كده اتبقى 2 من الصحابه. الكفار خدوا خبيب عشان يبيعوه لبني حارث، لان خبيب قتل حد منهم في غزوه احد، فبني حارث خدوه بس ما قتلوهوش. طيب ليه؟ لانهم كانوا في الاشهر الحرم. الكفار في منهم ناس بيعظموا الاشهر الحرم زي تعظيم الكعبه كده رغم كفرهم. شايفين الكافر عنده مبدا ورساله، رساله وحشه بس عنده حاجه عايش ليها. في مسلمين كل اللي بيعملوه في حياتهم انهم ياكلوا ويشربوا ويناموا، عايشين بلا هدف وبلا رساله. المهم بني حارث حبسوا خبيب، وكان في بنت منهم هي المسؤوله انها تاكله وتشربه. البنت دي قالت: والله ما رايته في حياتي اسيرا خيرا من خبيب. وبتقول: كنت باجي ادخله الاكل الاقيه بياكل عنب، ومفيش في مكه حبه عنب واحده، وعرفت ان العنب ده رزق من ربنا ليه، سبحان الله. فلما اقترب موعد قتله طلب من البنت دي انها تديله موس. طب محتاج موس ليه؟ عايز يقص ضوافره ويهذب الشارب بتاعه، عايز يقابل ربنا وهو نظيف. فبتحكي البنت وبتقول: جبت له الموس واديته له واتشغلت، راح له ابني، وابني كان بيحبه وطفل صغير، وخبيب في ايده الموس. اول ما شفته شهقته شهقه فهمها خبيب، هي خايفه يقتل ابنها بالموس. قال لها: انت خايفه ان انا اقتله؟ ما ردتش من الرعب. قال لها: ما كان لي ان افعل هذا وانا من اصحاب رسول الله. يكمل كلامه ويقول للولد: قوم يا ابني روح لامك. اكيد كان يقدر ياخد الولد ده رهن حتى عشان يهرب بيه، بس اصحاب رسول الله ما يجوش جنب الاطفال ابدا. المهم عدت الاشهر الحرم، ويجي له ابو سفيان ويقول له: عايز حاجه قبل ما تموت؟ ودي كانت اول مره حد يتسال السؤال ده. قال له: اه، خليني اصلي ركعتين لله. وصلى وقال: لولا اني خايف تفتكروا اني بطول في الصلاه عشان خايف من الموت كان زماني طولت، بس انا مشتاق للقاء ربي. يساله ابو سفيان ويقول له: ايسرك ويسعدك ان محمد يبقى مكانك عندنا ونقتله وانت تكون في اهلك؟ فقال له خبيب: لا والله، ما يسرني ان اكون في اهلي وان يكون رسول الله في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكه تؤذيه. فيتصلب خبيب ويامر ابو سفيان انهم يضربوه بالسهام في رجليه وفي ايديه عشان يموت بالبطيء. خبيب يدعي عليهم بكل قوه ويقول دعاء قوي جدا، يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. تخيلوا هيعملوا ايه لما يسمعوا الدعاء ده؟ كفار كلهم اللي كانوا واقفين راحوا موطين راسهم، بيفتكروا انهم لما يوطوا الدعوه مش هتيجي فيهم. يموت خبيب وينال الشهاده. الصحابه تعبوا قوي علشان الاسلام. كده 5 من الصحابه ماتوا، اتبقى سيدنا زيد، واستشهد ايضا على يد واحد اسمه صفوان بن اميه. وتحصل بعدها فاجعه ثانيه اسمها فاجعه بئر المعونه، غدر جديد من قبيله نجد هيبعته للنبي عليه الصلاه والسلام واحد اسمه ابو البراء، ويقول للنبي: ابعت لنا من صحابك الى اهل نجد ليدعوهم للاسلام ويعلموهم الدين. ابو البراء كان راجل كويس، وعلى فكره هو ما كانش يعرف ان دي خدعه. الناس اللي من قبيله نجد ما قالوش لابو البراء عشان يقدر يتكلم بثقه ويقنع النبي والنبي يقدر يصدقه. وفعلا هيبعت النبي 70 من الصحابه، والعدد كبير عشان اهل نجد كتير، بس برضه النبي كان قلقان. بس ابو البراء قال للنبي انه هيبقى في حمايته، وطبعا ده زمان كان يعتبر عهد قوي جدا. النبي كمان كان فرحان قوي لانه عايز الناس تعرف الاسلام. المهم بعت النبي مع ابو البراء 70 من الصحابه حفظت القران الكريم. وصل ابو البراء والصحابه لحد بئر معونه، ويقول عامر بن طفيل الكافر للصحابي حرام: ادعوا الناس للاسلام. ف
فيبدأ حرام يتكلم عن الإسلام بمنتهى الأمان، وعامر متفق مع سياف جاهز بسيفه إن أول ما يغمز له يضربه في ظهره. طبعا الصحابي مش واخد أي إخوانة إن أي حاجة تحصل، فحرام أول ما طعنوه في ظهره صرخ وقايل الله أكبر فزت ورب الكعبة، وبعدها مات. طب هو حرام فاز بإيه؟ حرام فاز بالشهادة وبالجنة. جبار اللي قتل حرام هتفضل كلمة فزت ورب الكعبة دي بترن في ودنه، ويبقى هيتجنن ويفهم هو حرام فاز بإيه؟ إيه علاقة القتل بالفوز؟ وبعد فترة هيروح جبار للمدينة وعنده فضول نفسه يفهم، فهيروح للنبي ويسأله هو بما فاز؟ هيقوله النبي بالجنة. قال له وما الجنة؟ يوصفها له النبي، ويدخل بعدها جبار للإسلام. طب وباقي الصحابة؟ للأسف السبعين صحابي اتقتلوا، عشان كده اتسمت الحادثة دي بفاجعة بئر معونة، سابوهم من غير حتى ما يدفنوهم، كمان بدأت الطيور تحوم حواليهم عشان تنزل تاكل من الجثث. فيقدر ربنا إن في 2 من الصحابة من ضمن السبعين وصلوا متأخر شوية، وكأن ربنا أخرهم عشان النبي يعرف اللي حصل. مين هم الصحابة دول؟ المنذر بن عمرو وعمرو بن أمية. فبيحكي عمرو بيقول رأينا الطير قلت إن لهذا الطير شأن، شافوا أصحابه وبعدها شافوا أصحابهم مقتولين، فتخضوا لما شافوا المأساة دي وبكوا. عمرو بن أمية قال ما ترى يا منذر؟ أولا نعود إلى رسول الله فنخبره؟ قال له المنذر لا والله، أما أنا فما كان لي أن أعود وأترك مكان قتل فيها أصحابي، فلأقتلن كما قتلوا ولأموتن كما ماتوا. ودخل المنذر وقاتل واتقتل واستشهد بعد دقايق، واتأثر عمرو بن أمية. بدأ يتوعد لعامر ويخوفه بأن قبيلته هتقتص، فخاف عامر منه فعلا وفك أسر عمرو، ويجري عمرو بن أمية على المدينة عايز يبلغ رسول الله بالمصيبة اللي حصلت. وهو في الطريق تعب فقعد تحت شجرة شوية يرتاح، عدى راجلين من بني عامر، ودي القبيلة اللي غدرت بالسبعين صحابي. عمرو حاربهم قصاص لأصحابه وقتلهم وكمل ووصل للمدينة وشاف النبي وبدأ يحكي له المأساة. بكاهم النبي بكاء شديد. عمرو وصف له الاثنين اللي قتلهم من بني عامر في الطريق. غضب النبي جدا. طيب ليه؟ الاثنين دول طلعوا الوحيدين في أهل النجد اللي كان بينهم وبين رسول الله عهد، ومعاهم جواب أمان من رسول الله إن محدش يقتلهم، وكل الصحابة في المدينة كانوا في شدة الألم والحزن. طب إيه بعد قتل الصحابة؟ طب إيه الوضع دلوقتي؟ النبي دلوقتي تعبان، خرج من غزوة أحد وخسر بعدها جزء كبير من الصحابة، بس النبي عنده مشكلة تانية خالص. إيه هي؟ اللي قتلهم عمرو بن أمية دول ليهم دية مال تعويض، المفروض عمرو بن أمية هو اللي يدفع الدية دي، بس هو معهوش فلوس، فالنبي هيعمل إيه؟ النبي هيروح لناس أغنياء في المدينة يستلف منهم فلوس. مين أغنى ناس في المدينة؟ اليهود. هيروح النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير ويأخذ معاه أبو بكر وعمر وعلي، بس يهود بني النضير كان نفسهم يقتلوا النبي، فالنبي راح لهم لحد عندهم، وأول ما دخل سلموا عليه وقالوا له سلام عليك يا أبو القاسم، وحكى لهم النبي اللي حصل وإن هو محتاج فلوس، فقالوا له يا أبو القاسم نعطيك ونزيد، ولتأكل معنا أنت وأصحابك، أنتم ضيوف عندنا النهاردة، ثم ترجع راشدا إلى أهلك. وياخد النبي المال وقعدوه كده في مكان على باب البيت، واتفق يهود بني النضير على عمل خبيث جدا، وهو ان حد يطلع فوق سطح البيت ويزق حجر كبير يقع من فوق وينزل على راس رسول الله صلوات ربي عليه وسلامه، ويتقال ان الحجر وقع صدفه وقضاء وقدر. طب النبي ربنا هيسيبه؟ ابدا، بسرعه هينزل جبريل من فوق 7 سماوات ويقول له يا رسول الله يقتلوك الان، قم الان. فالنبي يروح قايم وماشي على طول. طيب والصحابه؟ الصحابه لقوا النبي قام وراه على طول. تخيلوا كده لو حد فينا اليومين دول هيقولوا له احنا لسه ما تغدناش يا رسول الله، الصحابة قاموا ورا رسول الله من غير ما حد يسأله خالص عن أي حاجة. النبي وصل المسجد النبوي وصلى وتجمعوا حوالي الصحابة وبدأ يحكي لهم اللي حصل، والنبي غضب غضب شديد جدا بسبب غدر بني النضير. طيب والعمل؟ هيجيب النبي واحد اسمه محمد بن مسلمة ويخليه يكتب جواب لبني النضير، محمد من يهود بني النضير بس أسلم. يبدأ النبي يمليه من رسول الله إلى يهود بني النضير، اخرجوا من المدينة لا تسكنوني فيها، وقد نقضتم العهد بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم 10، هسيبكم 10 أيام، وبعدها فمن رؤية بعد ذلك ضربت عنق والسلام. هو قرار قوي وقرار قوي جدا، بس النبي قائد قوي ويعرف يحمي بلده، وقت القوة بطل وقت الحنية بيكون أحن إنسان صلى الله عليه محمد. المهم هيروح محمد بن مسلمة ويقرأ على بني نضير الجواب، هيقولوا له ازاي تشارك في داد الضنا؟ قال لهم محمد لقد بدل الإسلام القلوب، الله ورسوله أهم حاجة عندي دلوقتي. هيقولوا له ما ظلمنا أبا القاسم، نبيك مع حق، فيا محمد اذهب فاسأله هنأخذ معنا أموالنا وأسلحتنا. فالنبي قال له يأخذوها. فيبدأ بني نضير يجهزوا نفسهم عشان يخرجوا من المدينة، ولما كانوا بيجهزوا نفسهم للخروج من كتر غناهم كنت تلاقي الراجل منهم يحمل المال والذهب بتاعه على 6 و7 جمال. المهم النبي نداهم 10 أيام مهلة يلموا فيها حاجتهم، بس في اليوم التاسع يجي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق صاحبهم يسأل بني النضير انتوا رايحين على فين؟ يحكوا له اللي حصل، فيقول لهم لا 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 ما تخرجوش، انا هحميكم وهجيب لكم الحلفاء بتوعي وندخل جوه حصن ونتحصن فيه، ومش هيقدر محمد يعمل لنا اي حاجة. طيب وبعدين؟ هيسمعوا كلامه؟ هنعرف مع بعض الحلقة الجاية إن شاء الله.